دكتور حسن هجرس عضو تنسيق شؤون الاحزاب والسياسيين وامين عام حزب الجيل الديمقراطي محافظه الاهليه. اتكلمنا النهارده عن المشاركه في الانتخابات الرئاسيه. النهارده ما شاء الله من صباح اليوم اللي جان فتحت فيه لعدد ساعه 9 صباحا بوجود المستشارين وبوجود مندوبين المرشحين، وكان الاقبال فيه زخم كبير جدا من المواطنين، ونسبه التصويت بلغت حتى الساعه الثانيه ظهرا 25% من اجمالي المصوتين باللجان الفرعيه في المحافظه الاهليه. وكان هناك تيسير كبير جدا من المواطنين واقبال من ذوي الهمم، وكان سيارات الاسعاف قامت بمساعدتهم وقام رجال الشرطه بمساعدتهم، وكان هناك تعاون شديد بين رجال الامن وبين المستشارين والقضاه ومعاونين اللجان في الانتخابات. متوقع الفتره الجايه الاقبال هيبقى زايد ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله متوقعين في نهايه اليوم خروج الموظفين من العمل، واقبال شديد من السيدات والفئات الاخرى، وخروج المواطنين من المنازل طبعا، لان الجو بدا يتحسن وطبيعه الانتخابات والاصوات والاغاني الترحيبيه في الشوارع تملا، الاغاني الوطنيه تملا الشوارع المنصوره وتملا شوارع محافظه الدقهليه، وفي حب واقبال من المواطنين بعد احداث غزه وبعد ما حدث في الاجواء الاخيره، ودعم وكل المواطنين يشاركون في الانتخابات الرئاسيه، لان هذا حق دستوري وواجب عليهم النزول والمشاركه في الانتخابات. وندعو جميع طوائف الشعب المصري المشاركه في الانتخابات الرئاسيه.